بعد جمعة رفض الوصاية جمعة الدولة المدنية، وكأن تتابع الاسمين دلالة على ما يسوقه ثوار اليمن من اتهامات للسعودية وأمريكا بفرض وصاية على ثورتهم تحول دون إقامة دولتهم المدنية. الشعارات في بعض المحافظات اليمنية الثائرة يندد فيها أصحابها بتحكم مسؤولين تابعين للنظام بمدنهم ويتهمونهم بإشاعة الفوضى فيها، فالبيضاء بعثت رسالة إلى المحافظ بألا خوف ولا ذل في حضرة الثورة. عبد الله قيران مدير أمن محافظة تعز، تكاد لا تخرج مظاهرة إلا ويحضر اسمه في أصواتها، فهو المتهم الأبرز عند الثوار بحرق ساحة الحرية ومحاولة عسكرة المدينة. تعز الحرة كما يغنيها أبناؤها، يطول القصف المدفعي نهارها بعد أن كان مقتصرا على الليل، ويستهدف أحياء سكنية بدلا من حصر أهدافه على مسلحين قرروا الدفاع عن الثوار ضد ما يصفونه بأنه آلة قمع النظام. لكن الثوار يؤكدون هنا في ساحة الحرية وكما كل جمعة أن العنف لا يزيدهم إلا سلمية. على الجانب المؤيد للرئيس صالح، احتفلت عدد من النسوة والأطفال بظهوره، وتطوعن بقطرات من دمائهن حبرا لوثيقة الوفاء كما سمينها، بينما على جانب الثورة تسيل الدماء في تعز وأرحب وأبين ثمنا لكتابة تاريخ اليمن الجديد كما يقول ناشدوه. إب وحشودها مثال لسبع عشرة محافظة بين شمال وجنوب وشرق وغرب، يجمع أبناؤها ألا اعتبار لأنباء عودة الرئيس صالح إلى البلاد في الأيام المقبلة، ويصرون ألا تأثير للأزمة الاقتصادية على هدفهم، فالأمر عندهم ثورة تغيير لا ثورة جياع. ثورة هذه جمعتها 22، جمعة سبقها أسبوع لم يكن من المجتمع الدولي ممثلا بالولايات المتحدة من تجاوب مع إرادة ثوارها سوى إرسال مستشارها لمكافحة الإرهاب للقاء الرئيس الجريح في السعودية، ثم نجله أحمد رئيس الحرس الجمهوري المتهم الأول من قبل الثوار بجرائم القمع ضد المدنيين، ومن ثم يجتمع بالمعارضة. وكأن ثورة لم تقم، وكأن إرادة لم ترفع، وكأن دماء لم ترق. لن نبالي، لن نبالي، لن نبالي، لن نبالي.